مات موحي موحي يجن السؤال يتسقصف مارا يوذن مرمي غيازم السوق الأسبوعين تنديد مزغنغان السوق مرمي غيازم؟ واه فيه وشاني غنبدا الشي وش رابع ديري تقصير وش رابع والله الا از داك اللي سو الدياتي كي تشد قيضون تي وش من دي غيرينا قيضون كي تشد الطاجين تي وش قيضون رابع فيه وش رابع از داك اللي موش رود وتحسيو دام كاين نوم رابع ثوما تموحي يا ريمي موحي ادي بريزينتا دا تي وش غصبح واي تريكو حر الخميس غا غاهم الديث المفاجأة يتغزلو قزغذا اتراجن مرة وتبغيش المفاجأة نهار الخميس خمي غراضي في السوق اثنادف معزز مكرم عدد فن التجار عدد فن التجارين مرة وعدد فنيني غيسوق نقارس مرحبا بكم وراي التاكسيت راي الطوبيسات راي وذن غاية جد طموبيل انسان نقارس مرحبا بكم باركيف موجود السوق دي عمام مرة نقارس مرحبا الف مرحبا قنشين السوق اثن عما ويخسنا اثن عما ويخسن قثن عما الأغلبية أقطغى التجار ويجندي الأغلبية وهو 500 واحد نشين السوق اثن عما واتسمي حغيوني وغاري دي تسان نهان نخميس أكدي يفضاق قيدون دي تسمى وين تدي جن فرح تطم قرانت ريو لند غي سوقان وري السكينة وري ربع انتم غاري سمي مقضي من عنتي ضد الشارع ذومة محمد تغيدي النظر بالليلة من عنتي بلاستيك نتينا زود نسن صغاتي قدو حينين بلاستيك وغانا دي ذودرين حوما داد فانت السوق ان شاء الله نستعدو مليح اذيرينا زيه السوق النا توغان قارسي البلدية قوى خاف كشي دلو عودة عماد السوق ولاني مروادي نبو السوق يرضي الجميع قول الله ماذي عما عبدو ربي بيجو سيقذ الاعتصام واجيبو ذو السوق يقفي قال الاعتصام وش كده همت محمد قاغيك فيديا وان توغان خمنت شرارف نهار عبعان نكتاري نعم يدني ويسخني ويثيد اذ المليح نعم يتوقع تبوريدا تغط تبوريدا انت من تشريرف نهار السوق ونص ما مشي قا وغاربي اللي بغى يتزوج يدي المرا ونص الا مشى النص تبقى المرا والا مشات المرا يبقى النص اذ وال السوق يدنيوي نيوي السوق ونص حوما اللي يخدم التجار وتحدي خشاني الجن تغطى تجاري يوس ذليتا يحقال شان ميس تسعة شوية اللي وغاسبو مشان عبدو ربي أصدغاري أرمى الوضع على السوق أما يوذا تغوي تماريس ندي السوق خمي غيثني تغوي تماريس ندي السوق مرحبا بهم ورن هنا السون وثني حق أحد واسني تكس حتى صغاها نسن حوما إيجن مواطن عادي أخافي يقدل أخافي يكش القسم إلا شوات السوق بزاف عليه هاي هاتا ثم هاي هات قناش كاكيدي الجنودينو يسي كواق وسميو دار ميسكوي والسلام عليكم محمد واش عندي فيه يجن بدات غي تفض غا الساحة دي الصلح لله ربدات غا الشارع والسلام عليكم تجاري كي نسيس ثم توحيش وسقسي ذا نقار واخ القرعة مين غي نشكي وذاني قال القرعة يعني القرعة واذا عد الشيء ما مش وليش كل رأي نشكي القرعة نشين نجد سويت غا التجار التجار ميزي حب التجار ندوخس مانش واجي غولو شكذا وما تبع على سفيان هامي دوسين هذا غني من الفعل ميزان ملا مين قال البلدية الناس غير سقسى التجار نشين توانغ نشين توانغ المراسل جاء التجار ذي البلدية ذي النقابة ونتحيى النقابة خل مجهود وكيلك ثقة النقابة واجيبو دروس خجا والشان النقابة الكرامة الناس النقابة قدقت الدستور النقابة قدي الدولة دستورية الدولة قانونية صحيح شكرا شكرا مسموح الله تقسيم ان شاء الله غير انت والشخري عوما ما مش تعزو تشكي يعني شكي تاجي نسني شدا قديم دانت تيدو بزغن غير مش خصب السوق وذا استيرين بو اقنش اقارق السوق نشين ودنا الريبو السوق نعرثيذ نظ المرة يعني مثلا غفد المرة باش هذيني النهني أقنا أرد السوق رخو كاخسنا كي نغقر المعركة أخسنا نغفاشن بنادم جاي فسن رخو ذا أخسنا بنادم غاسي ورا ور الحق أخسنا نغفاشن إينا مينو الزون إينا ماو الزون أدن سكا القوة ما ديكا المخزن ما دن سكا كوريجنا دن سكا العائلة الناس قمنايا قسو ياران غاجن الفتنة تم قرانت نشين نوزو يخضان صحاب الجوتيث صحاب الريكلام يقيضان اتير القرعة واجبوا بك صاحبي من منعم بوزاردة لو واجبوا بك صاحبي بك صاحبك ديرها في دارك ذا السوق اذيري نازيه نش
كتوجه ضحيق خي بوبريين ضحيق سل حياتينو خي بوبريين إكزان كدكان داين 55 إكزان وداين غبو با صاحبي با صاحبي هذي راه غاو بشنس ذا نوزو يا يثمثنا مرة النظل توضح شنخانق الحسن عما يصغيو حسن يتقمو يتقمو ولكن مرة من غنيني يوذانا واسني قيم شاما مشتو غتقنا مزوا ناش قتعرض غسن ناش قتوجه النداء يساعدت العامل ادياس ادياس غالبلدية وزغنغان هذي وجه الكلمة الناس يا الرئيس البلدية وذا غنغبوت سياسة الانتخاب سياسة الانتخاب وغنخذ الجيش هذا وزغنغان سياسة الانتخاب تعذو خانق خمس شهور نشين انتعانا خمس شهور نشين دوكوز وانو فيهم الجن ادياسة وانا نغ رخون هارا قمس حنتيكيتات قان خزا دايسن هاي هات نشين واجير وضيغ معن ورطا ومقان تاويض معن ولكن نشين مناكسن نسنيثن من عنان نسنيثن من جان نسنيثن وهنيران هنا الله يهديكم نشقد تاخ سلطات في البلدية سعادة العامل سعادة الباشا ما يمينا خصنا دهانس القوة أدكسين الخناجر أدكسين تذبوزين أكي نغق المعركة أكي الجن ذا يسكيلو مكسوم يجنق العملية نشقد حذار يخثن والله والله يا وادي غترشين الجناور أقسموا بالله ما يبزع واجل شي غايب الزعن لانه وين غايب الزعن ما يما اتانسيون مش قيقره السيده اتانسيون والله يا مرات سيغيم يا مرات سيغيم دي جيت اغزال وشهان اوروبا شهان عمان وبدارس واي شيبو غراي بوبريين تو وايت تابوخي بوبريين نشي نقارسن اصحاب الخارج وانا السكات شا نشيني ودانا مرات وتقاومن سجلنسن توغا وتتنشا ولكن مش قد تاكني ويا يثما اصحاب الخارج وتسكثبو الثمانية في الوام اضاحنت اضاه المنفورة قد تيران زايسن ونتغوا يقين تمو بالنهار يقيت ونتغوا ذي الجو ما وصيروح يخد سيف ولكن نشين شين واجين واجين شايكني واصحاب الخارج اوروبا اذا امي قصيدة ثمانية في الوام واكني وتهب جنشا عباد الله باللي قاخسان غثا قاعو ما نوضا سيقا العملية ماسن قيقاس مليون فرنك كذاش السكن نش عزته بالله بكرامتي سالكرامينو الشجاعينو ولكن قاقا غاسني يوذانا خسنا الصدهان نهار القوة توين اقيدو نشماس وازريغ ذير وسط ذير وسط يخضان ديك الزان اسحس العامل أكيت وجهش الكلمة يا سيدة غاكي سوارن الرئيس البلدية قال شنو غنغبول العوبات الانتخاب يا الانتخاب هذي راح غاو بشنس نشين خمني تغاثو ذو الوقت للانتخاب أنا قوينخس أنا ظلوك أنا حاكوينخس باش هنا هذا الغينين أقل انتخاب أقل انتخاب نشين الانتخاب هذي ريحور هذي رينزيه ويتيري لست منيات لسا نحجث مشي الانتخاب وقا قاغش قاغش تغني اخسان اضع الشحن قبله يا فرانكلوم يغاثك شام الى بله الى تنتزاوم وها والله ما ندوي نجن الصوت يا انهم بغينين قاغش الاصوات والله ما ذي يحكم خوماس وراخ وتماس وراخ عنتيس مش قتوجه لكلمة يا الرئيس البلدية المستشار يخسى وكني وتغليت نشاي وذانا اذق مين خسن نشين يقزان اقنمون وذا سنبوت فريقة يقزان اقامونين وغا نغبو وذكضفين يقزان هذا حسن لحد النظن غان 55 يقزان وغا نغبو يجن باش هذا الغثيران سنين فرنك يثمن عم خي بوبريين نشيني بوبريين واخا نغمن نعس شا مالا تغوث من عم خانغ شا وانا ومن سيميح شا مالا سشي مارزقي بوبريين ولا ومن سيميح شا
مرات الشماء اقرا اليتامى وهذا هو من سم حشاء مرات تجي من تقسم قصيده ربي امامكم اكن ويخلدس وكم تفق والله والله الى قريب يا من الشمي بوريين يا من تي ويمي بوريين والله ما تخلدس انت والله ما تخلدس انت ومي قصيده نش قوات عزيش عوما وايت قزقجن نشقاغا ونتريجو كزارق ثاكيون والله والله ما ذوق ذوق زقجن والسنة ذا يلشوا تقول ذوق زقجن مرة من غثقم تب الثيخ فنوان تجمي أي ثمث وما خدمان وشفاثة ومزيد ترافيك وقاي نظل واي نظل قران ش نظل هذا حد قيض أقيض أقيض بطاطا ذي رست مبريد قوى عيب وعار عيب وعار رقيض نذير ذي رست مبريد عيب وعار الرئيس البلدية عيب وعار إذا شق السيدة عيب وعار عيب وعار الرئيس البلدية عيب وعار تقيد أقيدون دير وسط أقيدون تقيد دير وسط نخوضات أتجدي بوبرين وهالجمين غا خدمين إقيدان أضحان عشرة نيغض حيض عاش أضحان الجن أو الأواني والنظر والسلام عليكم. تكون غثومة بلال العراسي الكاتب الإقليمي للتجار ومهني السوق الأسبوعي في إقليم ناظور. السؤال يعني الموجه شثومة بلال ما رزش سقسين ذيس مرمي غيازم السوق الأسبوعي نزيد مزغنغا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا تحية الشاسي يوسف ونشكرك من يوسف خانوم أزغنغارينو. السوق الأسبوعي إن شاء الله نحاول ما أمكن سي يوسف إن شاء الله، سي سفيان نحاول ما أمكن إن شاء الله نهار الخميس نعزم السوق. الخميس واه يومين. يعني الرئيس المجلس البلدي انت تغيق الاعلان السوق غادي يعزم ديال 50 يعدون وتغي يعزم فعلا السوق يعزم المشكل تغي يجن هو التقسيم تغواني ويبغى التقسيم يعني التقسيم نهار قوسين نهار يعني خدم من داني تا الموظفين يجن مجلس الجماعه تندي تمزغنغان تغوض الشرطه الاداريه تغوض التقنيه يعني تستان داني تا والحمد لله فوق الستار كلشي كملنا سي سفيان يقيم غير التقسيم تي وش يعني ايموشان وهاتي وش التقسيم من الشين تغيقن باش نعضى كرة تجاري شحال توغاس التوابر نسدي هذه السوق قديم يتجان دي برانا ذا مالا توغاس ستة التوابر سنين تشو سابعة مالا توغاس سابعة سنقسي شتا غاسين ثلاثة مالا توغاس ثلاثة مالا توغاس سنين تغيما تسنين نسلو لنتا يعني وش نكسي دماج لشي السوق لاش تغدي أسوى الداي قاني كسيه نساسي الداي أمو باش نضع نسترتيب ماش غير استرتيب يعني للسوق قريبه من دغيا سندانيتا يعني ان شاء الله كل شيء غيبقى بخير القطاع المارق يكون القطاع قيت وحس يخضر قيت وحسن يقزار قيت وحسن يقزار انتو غاسن عاد جيناش المشكل تو غاسن الخلف جارسن يعني تو غاذين بعض يقزار انتو قامش اني زنوز انا كشو مدين وحسن اني زنوز انت كيش تدين وحسن تو غو امس فيه من شا اني زنوز انت كيش عاود قارش الله قارش خصني ديري زنوز كشو مدين ديري زنوز انت كيش والحمد لله يوسف النائب الثاني يسموني ثاني مسهام كيسد صافي قمسهام من مرضى جاري سن قرني هني تراس راسني مشان سن يقيما غاي نيزنوزا الجوتيات اني زنوزا نهار ريكلام اني زنوزا نعطا ان شاء الله يعني عطانتي والشارس من تراس مشان سن الجوتيات نهار ما تراس راس الجوتيات كيما العاده باش تغي نغاو مزوا ماني ما يوفى لي الساس وني نتا والحمد لله الامور قد بعض خير يعني شتي والشغل الصباح هاد الناس اللي تنفاق الارقام هي هنا هنا كوري مشان الناس باش نهار الخميس غاصبح الناس انمارس التجاره الغاص. مي خش غفار ثومات عبد الله العراسي مي خفار خيو ذاني قان القرعه. القرعه الوجه النظر نشد ما يمي القرعه لا. السي سفيان يعني القرعه السي ورخاص الشيني ذا الناس السي القرعه الشينوا خدم شا ذانيتا. اولا القرعه يعني واجبون شي السي ورخ التقسيم، التقسيم السي ورخاص التجار، السي ورخاص المكتب النقابي يكمل، نشي القرعه وراه خدم شا. اولا تغار غير تجاريين تخدم 20 30 سنه يعني يخدم لي السوق القديم غاسا مشا الناس. يجي نتو غيسلوس هذه الشارع حتى الملك العام وها يسلوس هو غاسبو مشان وزما نكسيو نسلوس هذه الشارع اكو تجاره لازم نكل قرعه وغان غا تجاري تمارس التجاره غاسا مشان ذا القران ديني يجن غاس يجن الطابره وها يجن غاس 10 الطابرات وزما ديكشي شي 10 الطابرات يكبوش الطابره يجن غاس راس المال ذا القران يتك 15 20 مليون 10 مليون راس مال تويا مشان ذا القران يجن يخدم سوالف درهم وزما كيس نقارن وني غاتجو راس مال القران تاع الرئيس يعني مشان نسلم القران قد وني صواج السوق وني يعني غير سيت تشري السلعه توني غاتجي جمي السيت وني غاتجو مشان القران يعني ثمن جهه نقرس الاخوان يعني كتجار نسينا نسقس التجار قال هذا واجبو التجار يتقال القرعه هذا واجبو التجار يتمارس التجاره
توجر قارس الشين نخ السوق ما مشتو غالسوق شو هداي هادي ديك الشين غادي ما سابني القرعة الشين وانا خدم شاه القرعة يمكن تخدم يقزان ما مية قزان يعني تطوين الطبرة كيف كيف تو 2 متر ونص ولي تو 2 متر ربما حتى يزيد نصل ديك القرعة ديك القرعة الريكلام ديك القرعة ونزلو زر نعطو غا 6 متر ومارك 6 متر ولا ديك القرعة اما النسبة التجارية نزلو زر نخوضات إينا وكين خل القرعة والقرعة وانا تخدم شاع عليك انت وانا غتخدم القرعة إي قانون فغاو مزوا وميقا التقسيم لقيت السلطة لقيت المجلس البلدي اللي قال خدمني غنوض نخدم القرعة شنو زمان خدمنا السي سفيان ديسو ونشكر يا شيخ شكرا شكرا بارك الله فيك رشيد نوز واش نسقسي ملي غيعزم السوق الأسبوعي نديت مزغن غير السوق الأسبوعي إن شاء الله فاروي الشان الخميس غادي يعزم في وجه التجار السكينة المستهلكين مرحبا بهم مرحبا بالتجار كبيرا وصغيرا مرحبا بالمستهلكين اقليم النظار كمرن من هذا المنبر السوق الاسبوعي ان شاء الله راه بغد غدوه ان شاء الله ديال الخميس غادي يحل ابواب ديالو في وجه الجموع في وجه الجميع كنشكروا كاملين الناس اللي بادروا باش يتحل هذا السوق من جديد في زغنغان لا من السلطه المحليه لا من الناس ديال الامن ديال زغنغان لا من الناس ديال البلديه لا المعارضون للمكتب المسير كنقدموا لهم واحد الشكر جزيل كاملين بهم اي واحد من المنصب ديالو ساهم باش يوليو هاد الناس المستضعفين يرجعوا للسوق الاسبوعي يخدموا السوق ديالهم وينقصوا على السكينه ديال زغنغان طريق السلوان طريق التويمه باش يمشيو يتقضوا من السوق على حسب الاستطاعه ديالهم راه السوق الاسبوعي تحل الحمد لله بالفضل ديال الله وبالفضل ديال المناضلين اللي ناضلوا عليه لا من السكان لا من التجار لا من جميع الفئات يسمحوا لنا لا نسينا شي واحد منهم يسمح لنا راه السوق غادي تحل بغض النظر ديال الخميس غادي يكون واحد السوق كبير ان شاء الله غادي يغز جميع الفئات جميع التجار حتى واحد ما غادي يكون مقصير وغادي تشد شي بلايص للناس اللي كانوا كيديروا في الشوارع راهم عينوا كتبوهم كاملين في واحد اللائحه غادي يختاروا لهم البلاصه اللي غادي تشيط غادي يعطيوها لهم اللي كانوا كيخدموا جوج بهم غادي يديروهم جوج بهم اللي كان خدام بوحدو غادي يعطيوه بوحدو كل واحد غادي يساهم في التجاره ديالو مرحبا به مرحبا بالناس لا اللي بغى يتسارع عندنا مرحبا بالناس اللي كانوا كيجيو عندنا البرانيين خارج الاقليم الناظور كيجيبوا التجاره ديالهم هنا راه بلاصتهم كاينه لا من الناس ديال المواشير لا من الناس ديال التبن لا من الناس اللي كانوا كيجيبوا الخضره كيجيو غير برانيين كيجيو كيبيعوا داك النهار وكيمشيو مرحبا بكم كاملين وكنشكروك اخويا على اجن السؤال فان كارو اخويا رشيد الراي الشارع ديال قناش القرعه ما القرعه ربعه هذه خصها ورا ما بين قوسين ربعه قناش ضروري خصها تكمل القرعه قد تقسيم من حتى النقابه في هذا التقسيم قوانين بو التقسيم التقسيم يكين هو السوق ما شتو غاديها بالنسبه للتجار الخضار ما شتو غادي السوق الاسبوعيه قديم منين ديك سيندا بالنسبه للناس اللي كانوا كيمارسوا التجاره في السوق الاسبوعي الخضاره هادو هما اللي نعلم كنهضر انا راهم متفقين كيف ما كان السوق الاسبوعي القادم في برانادا غادي تهزو هنا كل واحد غادي يكون حدا صاحبو حدا الجار ديالو اللي كان عنده في السوق فاش غادي تشيط البلايص داك الناس اللي كانوا كيديروا في الشوارع راه اختاروا لهم البلاصه فين غايديروهم كاملين غايديروا التجاره وكاينين كاين شي شويه ديال البلبله باش نشرحوها كاين شي واحد هذا قال لك كيبيع الدجاج قال لك خصو ديال القرعه باش واحد ما يقدرش يحكم على تسعه ديال التجار تسعه ديال التجار نديروا غير واحد الحاجه واحد فاش كنديروا الانتخابات الا كنا الانتخابات غلبوا الاغلبيه غلبت على الاقليه الكلام ديال الاغلبيه اللي كيمشي نعم. كاين واحد كيقول لك ندير القرعه راه ما يقدرش تفرض انت على الناس انت من الناس البلديه اللي كتفرق النوامر غادي تعطيك البلاصه تقول لك هاك غتخدم فيها الا ما بغيتيهاش سي الله يعاون غادي يجيب الله واحد اخر بغى يترزق الله يجي يشدها بالنسبه لينا وهاي اللي تجولات واه يعني القطاع في مارا رشيد هذا في مارا ها الخميس ان شاء الله بالنسبه للقطاع سرمان قناش الحمد لله يا ربي ومين وفنهار ماني غنبدو غنغيتي الزر هذه الجن صحيح هذا سغال بدو لكم شانين ومعزز مكرم قلتي جايضو يا بالنسبه لصحابي بابوطن كذلك ومثال بالنسبه للتجار يزيد يجنا صاحبي هذا شيء هذه فرض الراي نسق الجميع ما يمكنش ما لا تقسيت من عند اي بو يزيد سقس هذا الناس ما تقبل تقول القرعه هذا شيء ليه مش قبل غزو غنمشي لماني غنقرا التجاره واه قد التجاره ما راه كمشترك هو هذا السوق هذا شهر زين كيسيق الشو الراس كيهرس القرون السوق كيهرس القرون الا انت تجاري راه غادي يجوا عندك صحاب كيشريو عليك لا هو تجاري نيشان ما عندكش تجاره ما عندكش الرغبه تجي تخدم في هذا السوق الله يعاوننا ويعاونك خلي الناس راه الاف
الاف ديال الناس اللي كياكلوا. درنا الحساب غنلقاو واحد 6000 7000 عائله اللي كتعيش من الزنران. فاش غادي نقولوا غير كل واحد عنده 5 6 الناس في الدار، ولا هذوك الناس واحد بنادم غادي يجي يفضل عليه الراي ديالو؟ راه الحمد لله كاين السلطه في البلاد والمخزن قد بشغلو. حنا راه السلطه ان شاء الله نهار الخميس غادي تجي هنا، اللي بغى يدير شي بالبلاء راه غادي توالي به الحساب. راه كاين دار كبيره في سلوان يمشي ياكل يعني السوق رشيد سر هذا نشري 100 نهار الخميس. سوق نهار الخميس اديري ومرانسي غيامو اليوم غدا اليوم غدا قنعقب غدا صفر مادام البلديه تشري السوق. الله خلف لاش على البركه صحيح. ما راهيش جنت ثلاثه وذان هذا سخر غرفض الويصايان الويصايان سندي السوق. قال المخزن الحمد لله المخزن قادم شغله، المخزن غادي يجي يجمع اللي كيدير فيه البلبله. راه كنطلبوا منه من هذا المنبر وعاود بلا ما نطلبوا منه، المخزن راه كيدير القانون ديالو. اي واحد بغى يجي يدير البلبله في السوق الاسبوعي زغنغان المخزن قاد به، والدار الكبيره كاينه في سلوان. ما قدش سلوان عطى الله البلايص اخرين فين غيديوه. والله يخلف لاجعل البركه. غنغيش نسقسيه الراي العام مار الخو عطوي ذي الشارع يتسقسي الزوغ يعني السؤال تقسيمي غير ان شاء الله في وشه ما مشتواليش كما قشعاذ تهزو القران يخصها في قشمره ذي خاسم. واش اخو شي مشي على الغلقيت غالب ديال نهاني وما كيغتر 100 واحد طويل غير ندير الوقفه مني الشعار نغنى في عيد مار القرعه وثم القرعه وثم القرعه لا للرجوع واني القرعه وذي النبو الرجوع واني القرعه نقارس الاخوان ذي البلديه او ذي النقبه اخصادق قم القرعه لانه نتفادى القرعه نتفادى يتصل حوايج. اولا نتفادى المحسوبيه الزبونيه نتفادى باك صاحبي القرعه الاخوان يعني باش ندير الانصاف نتفادى باك صاحبي يعني باش تيري بلديه نزيهه نقبه نزيهه ثروه مزغنو زهاء هو اتيري القرعه. هذا شي ودي قاديني ودان دي قديمني ودان دي تجاريين ازم تغاريه مجون مليح يودان دي قديم غنغل المشكل الحال كي قديم اسنقم القرعه واحد سندير اخضاس واخي خضان لان اخي اخضان ديني دريته ديني اخضان تقسيت اقديما ديني اخضان الجديد تو يعني تغسلوا تنخضروا في الظروف ديني سحاب الجمرت تشغل السؤال البلدي اتحادم خي قديما اسنقم القرعه وحسن اتحادم خي اني اخضان الجديد اسنقم القرعه وحسن سحاب الجمرت اذمن على عاوز الجمرت نسن نشي معاود كذلك صحابي يزيد صحابي سلمان صحابي كزان انت تاع القرعه وهذه النبو النفاق وهذه النبو احسن سبوه تبعال زبك صاحبي قاغس دائما البلديه السيد الباشا العامل انت راك كور زبك صاحبي القرعه تفادى باك صاحبي تفادى كل شيء الشفافيه قد وذا المعقول. اما بلاد ما ريناش القرعه لا سنتي لا قد المنافق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سمير شك تاجر ذي قطاع سلمان وزوش نسقسيه اش كثير ذاك المكتب النقابي مرمي غيعزم السوق الاسبوعين تنديت مزغنغان ومرمي تاع الزوغ غيعزم السوق خصوصا انك تاجر انت تدير السوق الاسبوعين. اذا السلام عليكم خويا سفيان ونشكر شعب عبد الله سبحانش وبدات ورش اخويا سفيان متواجد ثاني يعني خير همان السوق الاسبوعين تنديت مزغنغان يعني رشكي على الضحيس الوقت الناش يعني الاموال الشي ماركه ورك وش الحمد لله. واش اولا قبل كل شيء اخويا سفيان ونثينا انا بعدا قافي وضغاي غستعذو شنو الحل الوحيد اخويا سفيان ينو اي نهار الخميس تمني من فضل الله عز وجل هذا يعزم السوق. انا حان مارس التجاره غتيري معززه مكرمه اخويا سفيان يعني ذيني غتصل الاخوان يعني تعانى نجل معاناه المغاره اخويا سفيان ينو مين غانيني رخوشين منايا اخويا سفيان لوزو غادي يستيري النزاهه في الديمقراطيه شين ذاني تخويا سفيان ينواضيني وش تصفية الحسابات كيجدو النغنية رشي الحل الواحد هي رهم من النغن كسيت الطبقة المهمشة الطبقة الكادحة السوق قي النازمي الجامع والنيت ما راس نديش القطاع مرحبا به على الراس والعين نشين وان من نعبو 10 ليموشان ولا 20 ليموشان مين دان غدي كان مين يقسم الله تعالى نشين ناضى زيت اخويا سفيان النغ ومين غانيني نشين السوق زغن غارقة وغث مترود وعتيري نهائي ينقع سنيظال يعني الشرافة غادي سني قابي البركة واقصي غراذي الجن كوريش سيس من الناس يعني ضحان ستو ذات السن وغادي سني قابي البركة مرة وغاري غيش المناشدة غيش نتبرات سكيخت السانيتا زغن غان الرجالية المغربية المقيمة في الخارج وش التحية في مغازي رجاخ تمورينو بوركي ما يمي صهان كين غيش وصها كسين كين غيش ومنوس كسين كين غيش ندقر وش الجزيرة الشكر الجالية المغربية المقيمة في الخارج والله القسم يعني ثاني تذيش الشهادة أمام الله يعني بدات واجدنا كسينا منوس واكسين كين غيش ومنوس يمغى سواء ندي السراء والضرار بدان تفيثن
ونتمنى ان شاء الله خاصني يعرف ربي ثيوري النخال غنغدا كحل ونوحشيثن وزعما مين داش غيري غير شي الشهاده خاكا بعدا شكي خويا سفيان وربدا توجد دانيتا ويعني من داش غيري غير شكي تميس السكينه وزغرغان وتعشي باش الحق كامل عام سيدي سوار ذخر حق وثمانه يخص غاديني غا خويا سفيان وغاري غير الشكر عاود ثاني وتشكاري يعني المجلس البلدي الجماعه وزغرغان يعني راني اللي واكب كاين غير المعركه يعني النخاع ورادني هني كسين يعني غير النهم السكينه وزغرغان وتشكاري الموظفين اللي في النهار يتقن التقسيم ثاني تاني موشان ايش الجزيره الشكر وتشكاري الاخوان مره يعني غير واكب المعركه يا يعني السوق انت نديت وزغرغان والشنوان قصير هذه الجن الحمد لله سنضال النغ الدعوات النغ من فضل الله عز وجل سيدي ربي العالمين يساهم الدعاء النق السوق هقف السوق مرحبا للجميع وثمانيا يخص غادي خويا سفيان والختم غمانيا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.